أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه سيتم طرح جميع المنتجات المتحفظ عليها على ذمة القضية من المخازن المتحفظ عليها بشكل يومي في أسواق مملكة البحرين، بما يتناسب مع حاجة السوق وفي الإطار الزمني المتبع وبالسعر السوقي المقرر. وأكد الوزير الزياني أنه تم إعداد خطة تنظيمية متكاملة لهذا الغرض، كما تم توجيه المختصين بإدارة التفتيش للتواجد بشكل يومي في جميع الأسواق المحلية والمحلات المختلفة لمراقبة تدفق المنتجات الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد من توافرها كما عهدناها في السوق البحرينية. كما أشاد سعادة الوزير على أن الوزارة لن تتهاون تجاه من يقومون بالتلاعب والمغالاة بالأسعار والحد من تدفق المنتجات الغذائية الأساسية باتخاذ أقصى العقوبات، وذلك استنادا إلى قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، معربا عن أمله في تعاون جميع التجار بما يدعم توافر المنتجات، ومطمئنا الجمهور الكريم بحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتوفير الكميات الكافية من هذه السلع لتغطي احتياجات السوق المحلية والمستهلكين بالكامل. هذا وقامت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعملية الإشراف على عمليات طرح الفواكه والخضروات من المخازن المتحفظ عليها في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس كأول دفعة من تلك المنتجات. كما قامت إدارة التفتيش برصد أسعار الفواكه والخضروات في منافذ البيع المختلفة في مختلف محافظات مملكة البحرين، وشهدت الأسواق نزولا في أسعارها تقدر بحوالي 30%. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متواجدين منذ ساعات الصباح الأولى للإشراف على عملية نقل البضائع من المخازن إلى السوق المركزي، ومن ثم الإشراف على عملية بيعها في الأسواق إلى المستهلكين. بناء على القرار الوارد من قبل النيابة العامة بشأن التصرف البضائع في السوق المركزي، دورنا اليوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإدارة التفتيش الإشراف بالتصريف للبضائع.